فعلا الانفاق اللي كانت موجوده في غزه اتنقلت للسعوديه وبقت تهرب الحجاج، ده اللي نعرفه. يلا بينا. البدايه بدات في مطار القاهره، وبعد سلامات كتيره من الاهل والاصدقاء دخلت الصاله وخدت تذكرتي وطلعت على الطياره. ساعتين بالظبط ووصلت لمطار جده. مطار جده كان مكتسب الحجاج، اللون الابيض هناك كان موجود في كل مكان. وطبعا اول حاجه لازم تبدا بيها رحلتك ساندوتش كده من البيك تفك بيه عن نفسك. ودخلنا صلينا الفجر وبدانا رحله الذهاب الى مكه، رحلة عبر الجبال. الرحلة دي فعلا الرحلة الأصعب في حياة أي إنسان، كنا 7 ركاب والسواق والموت رافقنا. كم التشهد اللي سمعته ساعتها غريب بالنسبة لي، كل كان بيتشاهد في كل لحظة في كل دقيقة. السرعة الجنونية اللي كانت العربية بتمشي بيها عشان ما تتشافش من أي عربية دورية أو من الرادارات أو من الطيارات، العربية كانت بتمشي بسرعة تقريبا تعدي 200 كيلو متر في الساعة بين السهول والوديان والجبال. المناظر كانت مرعبة لحد ما وصلنا للنفق دوت. السواق قال لنا لازم تنزلوا وتجروا بسرعة لغاية لما نعدي النفق دوت، وبعد كده هنجري شوية كمان لغاية لما نستخبى ورا الجبل ونستناه هناك. تخيلوا الموقف ده في حياة أي إنسان. المهم السواق رجع لنا والحمد لله دخلنا مكة، وبرج الساعة بدأ يظهر، ولكن للأسف الحلو ما كملش. وقفنا في كمين، وعشان معانا ملابس الإحرام رجعونا لجدة تاني. ومن جدة أنا اخترت الطريق الأغلى بس الأسهل بالنسبة لي، رحت لمكة بموكب زي موكب العرجاني بالظبط، ودخلت من البوابات ومحدش قال لي انت رايح فين وجاي منين. وهنا كنا وصلنا مكة على خير وبدأنا على طول المناسك بتاعتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن هنا بقى اتحدث معكم من قلب الحدث، من عرفات ومزدلفة ومنى. تقريبا نزلنا من الاتوبيس الساعه 2 وبدانا نمشي لغايه عرفه، تقريبا وصلنا في حدود الساعه 5 6 الصبح. كل ده مشي وصلنا عرفه، تكدس رهيب لا يتخيله عقل ولا بشر. المنظر غير عادي، مفيش مكان تحط فيه رجلك. الارض اللي الناس كانت بتنام عليها كانت واصله لدرجه الغليان، احنا حرفيا اتطبخنا في يوم عرفه. ويا بخت يا هناء اللي دخل مسجد نمره واستخبى من الشمس جوه. خرجنا من يوم عرفه ورايحين على المزدلفه منهارين نفسيا متدمرين حرفيا، اعياء شديد ولكن قدره غير طبيعيه وفرحه على مواصله المشوار. 8 كيلو ووصلنا لغايه المزدلفه، الناس كلها من التعب نامت على الارض. صلينا المغرب والعشاء وبعد كده صلينا الفجر، وبعد كده قمنا يلا بينا على منى. المشوار لمنى كان قصة تانية خالص، طرق مختلفة تماما للحجاج اللي بدون تصريح، طرق طويلة ضعف المسافة تقريبا، قاصدين يتعبوا الناس ديت، قاصدين يوصلوهم لمرحلة الموت، قاصدين يوصلوا رسالة ان اللي هيجي بالمنظر ده هيحصل له كده. رمينا الحمد لله الجمرات واتجهنا المسجد الحرام للقيام بالطواف والسعي بين الصفا والمروه. وبمجرد رؤيه الكعبه المشرفه الكل نسي التعب والشقا اللي شافه طول اليوم، الكل كان بيطوف اكنه لسه نازل من الطياره بالظبط، كل كان بيجري في السعي بين الصفا والمروه اكنه بكامل قوته بكامل طاقته. ده اول يوم، وبدا تاني يوم بحراره شديده الى ان اتت امطار الرحمه من الله، لدرجه ان السعوديه كانت قافله منافس الدخول لمنى لحد الساعه 2 او الساعه 3 العصر. كل دخل باندفاع، الكل كان تعبان بس كل واحد كان جواه قوة لغاية لما خلص رمي الجمرات الأولى والتانية والتالتة. خلصنا رمي الجمرات وعملنا آخر حاجة طواف الوداع. بجد يا جماعة مية زمزم ديت ليها مفعول السحر اللي كان بترجع للواحد قوته في ثانية في لحظة. الرحلة دي هي الأصعب والأشق بس هي الأجمل والأقرب إلى قلبي.